كنت بقى يعني حضرتك في قبل الهوا كنت بتقول عايز تعلق شوية على الخبر اللي كان معانا عن يورجن كلوب والتصريحات الخاصة بصلاحية، نبدأ من هنا. يعني أنا سعيد جدا طبعا، كل ما يكون في حاجة إيجابية لصلاح أو حاجة مميزة إحنا كشعب المصري بنبقى سعداء جدا، لأن ده رمز رقم واحد في كرة القدم حاليا محمد صلاح. صحيح. ومن النوادر إن أو من الصعب جدا، هو ممكن التكرار بس المسيرة اللي عملها صلاح هيبقى صعب جدا المقارنة معاه. يعني أنا كلوب بيقول إيه، إن صلاح ممكن صعب إن أنا ألاقي لعيب تاني أدربه على المستوى، ايوه طبعا. وده من النجوم، يعني من النجوم اللي هي المميزه جدا اللي المدرب اتعامل معاها، بيقول لك ولعيب يعني عمال يقول فيه شعارات، فدي حاجه بتشرفنا احنا كمصريين. بالظبط، رغم بقى الانتقادات اللي كان بياخدها في بدايه مشواره، يعني متخيل المعادله صعبه ازاي؟ هي صعبه جدا لان في البدايات بتبقى برضه رؤيه ما بتبقاش واضحه، وفي ناس بتستعجل شويه في النقد. طبعا ان من رابع المستحيلات لما بيتفرج مثلا على ميسي وكريستيانو فيقول لك هل حد عندنا في مصر هيوصل للمستوى ده؟ او الحمد لله بالاجتهاد والعمل الجيد وكل حاجه، والثقافه زادت ومستشارين وكل المنظومه كلها اللي حواليه علت صلاح لحد ما وصل للناس دي، وبل المفروض كان يتفوق عليهم، لان صلاح اتظلم الفتره اللي فاتت. في فتره كان لازم ياخد فيها احسن لاعب في العالم، اللي هي خد فيها دوري الابطال، خد الدوري الانجليزي، سوبر، كاس الرابطه، حقق انجازات كتير على المستوى الجماعي والمستوى الفردي، من هداف الدوري الانجليزي اكتر من موسم متتالي. هو طبعا كل الحقوق ظلم صلاح نتيجه عناصر كتير متضافرت، وفي النهايه نتج عنها هذا المجد اللي حققه اللي وصله محمد صلاح. واعتقد ان ممكن تكون من اهم العناصر دي فكره الذكاء المهني بشكل عام، فكره العقليه، وانه مش كل الناس عندها نفس العقليه اللي ممكن توصلها للي وصل له محمد صلاح. صحيح. اكيد هو عالي، والاحتكاك والممارسه، وهو اول حاجه يعني عشان يوصل للحاجه دي كلها ما بيجيش من فراغ، زي ما اتكلمنا اكتر من مره، اشتغل على نفسه وتعب الحاجات اللي هو مش عارف فيها حاجه، مش عيب لما يجيب مستشارين طبعا. اللي بحيث لما بيجي يطلع منه القرار بعد كده بيطلع قرار 100% صائب.